مفاجأة، كيف ستصبح قوة العرب إذا اتحدوا عسكريا بقيادة مصر؟ وتفاصيل اجتماع عاجل بين الرئيس السيسي وماكرون بشأن قضية سد النهضة. والصحة المصرية تفجر مفاجأة عن عشرات السيارات لنقل مصابي غزة. وعاجل تعرف على تفاصيل ما قامت مصر به من إرسال مساعدات ضخمة لفلسطين. صلوا على حبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وتفاصيل اجتماع عاجل بين الرئيس السيسي وماكرون بشأن فلسطين وقضية سد النهضة. المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أعلن أن الرئيس السيسي التقى أمس الاثنين مع الرئيس الفرنسي ماكرون بقصر إليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس مجددا، أكد تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. طبعا نقشه يعني تطوير العلاقات على المستويين الاقتصادي والتجاري والدولي. بينما أشاد الرئيس فرنسي ماكرون بالخطوات الناجحة لعملية التنمية الشاملة في مصر والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، أكد حرص فرنسا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. اللقاء تباحث عدد من الملفات الإقليمية والتطورات اللي بتحدث في شرق المتوسط وليبيا وسوريا. الرئيس السيسي أكد في هذا الأمر أنه لا سبيل لتسوية تلك الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية لتوفير الأساس الأمني لمكافحة التنظيمات الإرهابية ومحاصرة عناصرها للحيلولة دون انتقالهم إلى دول أخرى بالمنطقة. نيجي للقضية الفلسطينية، واستعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في ظل التوترات الأخيرة. الرئيس الفرنسي ماكرون أعرب عن تقدير فرنسا البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة، مبديا تطلعه لاستمرار التشاور مع مصر في هذا الخصوص. والرئيس السيسي أكد موقف مصر الثابت في هذا الأمر بوقف أعمال العنف في أسرع وقت ممكن والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. نيجي لقضية سد النهضة. المتحدث الرسمي المصري أضاف إن اللقاء يعني يتكلم عن قضية سد النهضة. الرئيس السيسي أكد تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال باريس، وذلك من خلال التوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. شدد على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية. المصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام، يعني اللقاء اللي كان بين الرئيس السيسي وماكرون. طبعا يعني أهم حاجة اتكلموا فيها هي القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة. الكلام ده كان أمس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر معانا ومفاجأة، كيف ستصبح قوة العرب إذا اتحدوا عسكريا بقيادة مصر؟ تحدث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن ضرورة اتحاد العرب في ظل الظروف التي يواجهها العالم العربي حاليا في مصر وفلسطين وسوريا والعراق وليبيا. وتساءل البعض كيف ستكون قوة العرب العسكرية حيث تمتلك مصر أقوى جيوش في المنطقة والثالث عشر على مستوى العالم،
بينما تمتلك الدول العربية الأخرى ثروة اقتصادية هائلة مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر. ووضع الجميع سيناريو تخيلي عن فكرة اتحاد العرب بالأرقام، حيث تمكنت صحيفة RT من وضع أرقام تقريبية للقوة العسكرية للعرب وفقا لموقع جلوبال فاير باور. وإذا قرر العرب إنشاء جيش موحد تحت مسمى الجيش العربي، سيتكون هذا الجيش من 4 ملايين جندي و9000 طائرة حربية و4000 طائرة هليكوبتر و19000 دبابة و51000 مدرعة حربية تقريبا. وسيبلغ عدد قاذفات الصواريخ 2600 قاذفة صاروخية، بالإضافة ل 16 غواصة و900 سفينة حربية، وذلك وفقا لإحصاءات الجيوش العربية على موقع جلوبال فاير باور. البعض تحدث عن القوة الاقتصادية التي قد تبلغ 5 تريليونات و990 مليار دولار سنويا وفقا لإجمالي الناتج القومي المحلي. والمساحة الإجمالية للمنطقة العربية ستصبح 13,500,000 كيلومتر مربع، وبالتالي ستحتل المرتبة الثانية بعد روسيا الاتحادية، إما عدد السكان فيصل إلى 385 مليون نسمة. هذه الأرقام تقريبية، قد تقل أو تزيد وفقا للإحصاءات الرسمية. المصدر معانا كان من RT، يعني أترك لحضراتكم التعليق، هل أنتم شايفين فعلا إن احنا محتاجين نكون جيش عربي موحد تحت راية واحدة وتحت قيادة واحدة؟ يعني أنا أتمنى هذا، يعني جدا أتمنى هذا الأمر، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وعاوز أعرف هل أنتم فعلا شايفين إن من المهم إن يتكون جيش عربي موحد أم لا، وهل طبعا هيبقى فيه إيجابيات أو سلبيات لهذا الأمر؟ طبعا هقرأ تعليقات حضراتكم في التعليقات. انتقل لخبر آخر معانا، ومحادثات مصرية أمريكية مع الكيان الصهيوني حول ما يحدث في القدس الآن. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض ساليفان ذكر أنه أجرى محادثات مع الطرفين الكيان الصهيوني ومصر حول تصعيد الصراع بين الفلسطينيين والكيان الصهيوني. وقال ساليفان في تغريدة نشرها على تويتر: تحدثت صباح اليوم مع مستشار الأمن القومي للكيان الصهيوني حول الأزمة المستمرة، كما أجريت محادثات مع الحكومة المصرية. المسؤول الأمريكي أضاف: الولايات المتحدة منخرطة في عمل دبلوماسي هادئ ومكثف، وجهودنا ستستمر. وسبق أن دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى خفض كبير للهجمات الصاروخية بين كيان الصهيوني وفلسطين، لكنه اعتبر أن رد إسرائيل على العمليات من قطاع غزة لم يكن مبالغا فيه. الفصائل الفلسطينية شنت ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في كيان الصهيوني بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت عن مقتل 11 من الكيان الصهيوني وإصابة 50 آخرين. طبعا يعني ربنا ينصر أهالينا في القدس وفلسطين المحتلة، ربنا ينصرهم على الكيان الصهيوني والمغتصب للأرض إن شاء الله. والمصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، والصحة المصرية تفجر مفاجأة عن عشرات السيارات لنقل مصابي غزة. وزارة الصحة المصرية أعلنت تجهيز عشرات سيارات الإسعاف لدعم مصابي فلسطين بسبب الغارات للكيان الصهيوني بأمر من الرئيس السيسي. ووزيرة الصحة المصرية هالة زايد أوضحت خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محاور خطة دعم مصابي قطاع غزة تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي، موضح أن عملية إجلاء واستقبال المصابين الفلسطينيين تتم من خلال مركز عمليات الغرفة المركزية ومركز عمليات شمال سيناء ومركز عمليات هيئة الإسعاف المصرية. وتابعت: تم تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية لاستقبال وتسجيل الأحداث والتواصل مع الجهات المعنية بالتأمين لمحاولة إزالة أي عقبات تواجه خطة التأمين الطبي والإسعافي والتنسيق بين المحافظات في عمليات الإخلاء. والوزيرة هالة زايد أوضحت أن القوة الداعمة الإسعافية الأساسية بلغت 50 سيارة إسعاف من إقليم القناة مجهزة بعناية مركزة ومزودة بجهاز تنفس صناعي،
فضلا عن إمدادها بتجهيزات ومستلزمات طبية وأدوية متكاملة، بالإضافة ل 65 سيارة إسعاف تعمل بمدن شمال سيناء، كما يوجد أيضا قوة دعم احتياطي بعدد 50 سيارة من محافظات إقليم القناة وباقي محافظات الجمهورية للتحويلات والترانزيت، ويكون التمركز في محافظة الإسماعيلية. الوزيرة أشارت أنه يوجد 3 مستشفيات في خط الدعم الأول بشمال سيناء، وهي الشيخ زويد والعريش وبئر العبد النموذجي، تضم 288 سريرا داخليا و81 سريرا رعاية مركزة و233 طبيبا. وفي الإسماعيلية يوجد مستشفيان هما المجمع الطبي بالإسماعيلية ومستشفى الطوارئ أبو خليفة بعدد 385 سريرا داخليا و85 سرير رعاية مركزة و1145 طبيبا وعضو تمريض. إما في القاهرة الكبرى فيوجد 6 مستشفيات، هي مستشفى معهد ناصر ومستشفى دار الشفاء ومستشفى المطرية التعليمي ومستشفى البنك الأهلي ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتضم مستشفيات القاهرة الكبرى 784 سريرا داخليا و179 سرير رعاية مركزة وبها 3606 أطباء وممرضين. المصدر معانا كان من اليوم السابع، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر اتصالا بالخبر اللي فات، وتعرف على تفاصيل ما قامت مصر به من إرسال مساعدات ضخمة لفلسطين. وزارة الصحة المصرية هالة زايد أعلنت عن إرسال 65 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه إلى فلسطين لدعم المصابين في قطاع غزة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الوزيرة أوضحت أن شحنة المساعدات الطبية تشمل مستلزمات جراحية ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ ومستلزمات الأشعة والكسور وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى، بالإضافة إلى ماسكات أكسجين وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة تخدير واسطوانات أكسجين وسرنجات ومضخات للمحاليل. وأضافت أن شحنة المساعدات شملت أيضا كافة أنواع الأدوية، منها أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات وأدوية ومراهم للحروق وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة والأمراض الصدرية وكافة أنواع المحاليل. مصدر معانا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصر يعني مش سايبة فلسطين لوحدها، بترسل مساعدات، في ناس بتتاجر وتزايد على القضية، منهم طبعا يعني تركيا وأردوغان قال لك هنرسل قوات وما أرسلش حاجة. احنا بقالنا تقريبا 4 أيام على تصريحه، يعني هو عبارة عن مسدس صوت. هذه وجهة نظري، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الأخبار، كان معكم عبد الله الفقير إسلام الأمين من قناتكم مصر ميديا اي بي على اليوتيوب، وإسلام الأمير مصر ميديا اي بي على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.